لو الحكاية فيها إن فيجو محمد منيجة. ممكن تقول لنا الأسعار عاملة إيه السنة دي؟ والله الأسعار يعني رخيصة، والله ما فيش عندنا حاجة غالية خالص يعني الحمد لله. عندنا بخمسين وخمسة وستين ويعني يعني الشنط بتبدأ من كام؟ من خمسين. والجزم؟ والجزم اللهم صل، في برضو في جزم بخمسين حد حضرتك يعني من يعني متناول كله الجميع يعني يعني الأسعار يعني كويسة جدا يعني في أعلى حاجة 100 جنيه شنطة. طب والإقبال؟ الإقبال ضعيف، الإقبال ضعيف يعني مش جامد قوي يعني الإقبال مش زي السنة اللي فاتت. عشان تعرف الظروف بقى، الغلاء، في غلاء، في كل حاجة غالية في البلد، فالزبون هيعمل إيه غصب عنه. أحترم. شكرا. هنا مثلا 35 40 حاجات اللي هي المعقوله. طب والاقبال؟ لا الاقبال ضعيف لان الامتحانات شغاله لسه، الثانويه العامه خالص العمليه هاديه. طيب يعني طقم الاطفال ممكن يبقى فاتوره كام؟ ممكن من 25 35 45 يعني. الاسعار الحمد لله هي غاليه شويه، بس في حركه عن المترو لما فتح شغال يعني عمل حركه يعني كده. يعني نجيبها مثلا ايه؟ الجيبة 50 55، بس في اسعار في المحلات بتبقى اعلى من كده. طب بالنسبه للاقبال؟ الاقبال بعد المترو بقول لحضرتك ان هو في بقى في اقبال شويه يعني بعد ما فتح محطه السادات. انا بعد ما فتح السادات كانت اقبال ضعيف جدا، وبعد كده دلوقتي الرصيف والشارع زي ما انت شايفه كده عامل لنا مشكله يعني، الزبون ما بيعرفش يمشي ومعظم الزبون مش تحت الرصيف، هم كسروا في وقت يعني بنستناه من السنه للسنه موسم رمضان دوت، فالمفروض كانوا يستنوا شويه او يكسروا ويبلطوا على طول.